حتى الكرة عن طريق صالح العمري. العمري يحاول يمر، هلال يحاول العودة، يحاول الرجوع، والكرة تمشي خطيرة في وسط الميدان لانطلاق الهجومي. كرة خطيرة في منطقة الجزاء، ترجع الكرة عن طريق رقم 3 ياسر الحارس الشيب. هذه فيها شانس، هذه فيها أمل، وتشعل خواتيم القمة الخليجية هنا بثوب آسيوي، بثوب أبطال آسيا. أنا علقت نفسي، نعلق الروحي، نعلق عالم سحري التعليق الرياضي، نحس فيه نفسي، نحس يعبر على شخصيتي، حتى نعلق بطريقتي في التعليق، نقوم نفيق نتحرك نعبر، يعني كأني نتفرج في بيتي كمشاهد مثل ما أنا معلق. يمشي يمشي غريب غريب، وحطها والكورة على القائم. ماما ستكون خطيقتين. مبروك الجزائريين عودة منتخبهم. عنا في الدقيقة الحق والدقيقة الوهم، دخلنا في دقيقة الياس ودقيقة الأمل، دخلنا في دقيقة الفرحة وفي دقيقة الكابوس. سنرى كيف ستبدا يا حضري. عصام يدور الكرة، دقيقة ناصر مش ممكن، والشوشي بمرتين. الله على كرة التعادل، الله على الكرة يا الشوشي، الله على الكرة يا الشوشي. مش ممكن، اللي يمسك راسه واللي يمسك عينيه واللي جد في يديه واللي خايف على قلبه واللي مش متحكم في ساقيه واللي يلعب بيديه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. هناك منهج للشوالي ممكن يتفرد به. أنا دائما أحرص أن أكون جديد متجدد، لذلك عندي هي نابعة من شخصيتي التعليق، ولذلك تحس هناك نوع من الجنون. مثلا المعلق الوحيد اللي علقت في كرة قدم غنيت تونس إسبانيا في 2006 كأس العالم، قلت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله منتصرين، والجماهير وراكم آلاف وملايين. أرجع بالكرة غنينا لكم، إيش باش نعمل لكم أخي؟ هكذا أنا في وقتها، ما غير ما محضرها ما مجهزها، ظهرت لي نعملها. دائما اجتهد، مثلا في مباراة المنتخب التونسي كنت أنطلق دائما بمقطع من النشيد الوطني، من السلام الوطني. كنت مثلا بعد غيرت، وليت نعمل ما يسمى في تونس الدخلة، يعني نعمل زي المقدمة للمباراة. في بعض الأوقات أحرص على اسم جديد للاعبين، مثلا ميسي قلت أبا تشر، أو اقتباس شعري، ميسي أنا كبيرهم على صغري. أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم. كلمه يا المتنبي، كلمه يا أبا الطيب. كورة في الرابع من أروع ما يكون، كورة من أروع الفنون لميسي. ميسي الممتع سميته تأبى تشر. كريستيانو رونالدو أطلقت عليه لقب صاروخ ماديرا، كبير فونشال. يعني يحاول يجتهد ويحاول يجدد، لأنه التجديد سلاح رئيسي للمعلق الرياضي في الوقت الحالي. انتهت مباراة جدة، انتهت مباراة استاد الملك عبدالله، انتهى لقاء المدينة والجوهر المشاعة. السد 1000 مليون مبروك، السد بجدارة إلى ربع النهاية. انتصار مستحق، تعادل مستاهلو، وتأهل جدير به. هكذا هي كرة القدم، يوم ليك يوم عليك. الأهلي خسر مباراة، خسر معركة، ولم يخسر حرب. فاتح جبال يقر ويعترف بأفضلية الخصم ويقول لاعبيه قدمتم ما عليكم. مبروك للسد، هارد لك للأهلي السعودي والعودة.